عودة مرة أخرى على الهواء مباشرة مع صباحنا مصري، والسؤال اللي أعتقد مرتبط بفيروس كورونا كوفيد 19، تأثير كورونا على أعضاء الجسم. احنا بنتكلم النهاردة عن الكبد، هل في ارتباط ما بين مرض كورونا والكبد؟ ما هو يعني احتمالية الإصابة أيضا بالكبد الدهني؟ وإيه مرض الكبد الدهني؟ إيه أبرز أمراض الكبد المنتشرة؟ وهل في اختلاف نوعي في أمراض الكبد وانتشارها في مصر حاليا؟ أسئلة كثيرة نحاول إن احنا نطرحها على ضيفنا العزيز في استوديو صباحنا مصري، الدكتور حسني سلامة، أستاذ أمراض الكبد والأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة القاهرة. دكتور أهلا بحضرتك، صباح الخير. صباح الخير. السؤال اللي اعتقد لازم نبدا بيه الناس كلها دلوقتي مع كورونا او كوفيد 19، بقى في دايما سؤال ارتباط الكورونا بالكبد، وازاي ممكن يكون ليها تاثير على الكبد بشكل او باخر. هو الحقيقه سؤال مهم جدا وشائع. وفعلا في علاقه بين الكورونا وبين امراض الكبد، وعلى فكره الاثنين بياثروا على بعض. يعني لو واحد عنده مريض كبد وجاله كورونا، تصرفات الكورونا فيه مختلفه عن الشخص العادي. اللي هو اساسا مصاب او عنده مشكله في الكبد. عنده مشكله في الكبد. في نفس الوقت الكورونا نفسها ممكن تصيب الكبد باشكال مختلفه. انت عارف فيروس كورونا ده؟ يعني الحقيقه محيرنا ومحير العلماء كلهم ان بيجي في اي مكان. يعني دايما عرف ان الفيروسات بصفه عامه لها حاجه اسمها تروبيزم او انجذاب. يعني فيروس التهاب الكبدي بيجي على الكبد. فيروسات بتيجي على المخ بتيجي على المخ. فيروسات الجهاز الهضمي بتروح على الجهاز الهضمي. الجهاز العصبي بتروح على الجهاز العصبي. فكل فيروس له مكان بيروح الجذب يعني. لكن فيروس كورونا الحقيقه بيجي على ريسبتور مستقبلات، اللي هي الاي سي ريسبتور دول. الريسبتور دي او المستقبلات دي موجوده في كل اعضاء الجسم تقريبا، ابتداء من الرئه، من المدخل الرئيسي بتاعه، يخش عن طريق الانف او الفم او حتى العين، ويوصل للجهاز التنفسي العلوي، وبعدين ينزل للجهاز التنفسي السفلي، وبعدين بينتشر في الدم في اماكن مختلفه، يروح على المستقبلات على الاوعيه الدمويه، يعمل تجلصات في الاوعيه الدمويه، يروح على المستقبلات اللي في الكلى، في مستقبلات في الكبد، في مستقبلات في المخ. بيجي النهارده بعد حتى بيخفوا من الكورونا يقول لك عندهم ضبابيه في التفكير. مؤثر عليه. هو كانه بيهاجم، يعني بيهاجم بشكل عام اي منطقه في الجسم، لكن المناطق الضعيفه هي الاكثر عرضه. الكبد بيتاثر بكذا طريقه الحقيقه. جزء منها ان اصابه مباشره عن طريق الريسبتورز او المستقبلات اللي موجوده. او انه يؤثر على الاوعيه الدمويه اللي مغذيه الكبد، لان زي ما قلنا من شويه بيعمل تجلطات، ممكن التجلطات تصيب الاوعيه الدمويه الكبديه او الى اخره. ممكن الفيروس عن طريق المناعه، انت عارف ساعات لما المناعه تبقى قويه جدا بيحصل حاجه اسمها سيتوكين ستورم، اللي هو العاصفه المناعيه. دي ساعات هو العين اللي عاملها لنفسه. يعني المناعه قويه جدا. بالبسيط كده المناعه بتهاجم نفسها، بتهاجم او الجهاز المناعي بيهاجم نفسه. بالظبط كده. فبنضطر نديله كورتيزون عشان يهدى شويه. في اللحظه دي الكبد بيتاثر من الستورم دي، يعني دي خلال الكبد. او ساعات العيان بتاع كورونا يكون بياخد ادويه لعلاج الكورونا بتاثر على الكبد. ودي من الحاجات الشائعه، بيتاثر من الادويه. فالحقيقه يعني دايما عينينا على العيان اللي عنده كورونا. عشان كده من ضمن الحاجات اللي بنعملها في التحليل الاولانيه نعمل وظيفه كبد. لو لقيناها مرتفعه يبقى الكبد ده فيه حذر، يا اما الكبد اصلا عنده مرض قديم وجاته كورونا، فالمتابعه هنا تبقى متابعه لاصقه جدا، يمكن يوميا يتابعه، او يكون كان كبده سليم والكورونا اثرت على خلايا الكبد بطريقه مطروحه اللي قلناها دي، ادت الى ارتفاع الوظائف. ده برضه ملاحظه مهمه جدا عشان نشوف بتعلى باستمرار ولا هتهدى الامور وتستقر. ممكن التحكم فيها دكتور، يعني فكره مع وجود التحاليل لمريض الكورونا وقبل ما يحصل نوع من يعني التدهور او التطور السريع جدا للمرض واللي ممكن يكون ليه تاثير على وظائف الكبد، هل امتى او ايه المراحل اللي ممكن التحكم فيها لمريض الكورونا عشان ما يحصلش نوع من يعني ربنا يحمينا جميعا تطورات او تدهور سريع في حاله الكبد؟ هو عارف هي يعني مشكله مريض الكورونا، يعني اشوفه النهارده ممكن بكره اشوفه بعد كام ساعه يكون أشوف مسألة مختلف بالظبط. الشكل التاني ده بقى ايه اللي حصل له؟ الله اعلم. هل فعلا التجلطات هي اللي فرضت نفسها عليه؟ تجلطات في الرئه، تجلطات في اورده الكبد، في اورده المخ، في الرجلين، ساعات بيجيلهم شلل فمش عارفين هل تجلطات؟ طب هل بكره هيبقى الكلى هي اللي اتاثرت ووظائف الكلى تعلى؟ ولا الكبد اللي اتاثر ووظائف الكبد هتعلى؟ فعشان كده العيان ده لازم يوميا يتشاف ويتعمل اختبارات التجلط. لو لقينا الدي دايبر بتاعه عالي يبقى في تجلطات في الدم، سيولة لازم بسرعه يحتاج ادويه السيوله عشان ما يحصلش جلطات. طبعا لو وظيفه الكبد علت بسرعه ندعم هذا الكبد عشان ما يتطورش الى الاسوء. لو الضغط بتاعه بيتغير بيطلع او بينزل لازم نظبطه. السكر ساعات بيتلخبط في اثناء الكورونا لازم نظبط السكر. فالحقيقه عيان الكورونا لما يوصل، طبعا هو يمكن حظنا حلو ان 80% من مرضى الكورونا ما عندوش مشاكل،
يعني بتعدل العدوى كده كانها انفلونزا ونوز برد. طب الاخير لكن في بعض بتاثر طبعا، والامراض القلب والاوعيه الدمويه كلها في اشيفه بيها بقى الحقيقه بتبقى الاصابه عنيفه. والاشيفه ما دول في الغالب بقى الناس اللي هم عندهم زي ما حضرتك قلت كده مرضى الكبد ومرضى القلب ومرضى السكر والناس الكبار في السن اللي بياخدوا اورام، اللي عندهم اورام، اللي بياخدوا ادويه مناعه مثبطه المناعه، كل دي الحقيقه لو تعرضوا للكورونا لازم يبقى فيه رعايه مخصصه. دكتور بشكل مبسط علشان نفهم مع بعض، لان الكبد دايما بيتقال ان هو شبيه بمسمار الانسان، يعني اللي هو اللي بيتحكم فيه الكثير من مصنع الجسم. فاي اصابه فيه او اي يعني بتشكل خطوره على الانسان، فالى اي مدى لازم يكون عندنا وعي في النمط الحياه او المعيشه اليوميه؟ لان احنا مثلا بنلاحظ دلوقتي ان في بعض امراض الكبد موجوده في اعمار صغيره، فئات عمريه صغيره طبعا. ودي ظاهره اعتقد موجوده دلوقتي طبعا. فزي ممكن طبعا. نقدر ان احنا نفهم الكبد كعضو اساسي في الجسم او هو مصنع الجسم وتعامل معاه ازاي من غير حتى كورونا، يعني من غير اصابه؟ هو الكبد بصفه عامه ده يمكن اكبر غده في جسمنا، حوالي كيلو ونص تقريبا في الشخص البالغ، وده بيقولوا فصين، فص يمين وفص شمال، دول اساسيين. كل حاجه بناخدها عن طريق الفم لازم تعدي على الكبد، سواء كان دواء او اكل او شرب، كل ده بيمتص وعن طريق الودن البابي يروح للكبد. والكبد بقى بيتصرف فيها، يا اما يكون مواد سامه يكسرها، يا مواد مفيده بيصنعها، يا بيصنع مواد ثانيه لاعضاء ثانيه. انت عارف مثلا الكبد بيطلع جلوكوز اللي بيعتمد عليه المخ. طب المخ فقط عايز جلوكوز، فلو الكبد ما طلعش جلوكوز المخ يقف. فالكبد مسؤول عن افرازات كثيره جدا او تصنيع حاجات كثيره من الالبومين، مواد التجلط كلها بيصنعها، وبيخرج من الجسم المواد السامه زي الامونيا وزي العصاره الصفرائيه، كل دي مواد سامه بيخرجها من الجسم. فالحقيقه ساعات الكبد ده اللي هو المايسترو بتاع الجسم ده لازم نحافظ عليه. زي ما قلت الفم ده هو المدخل بتاع الكبد. فيعني لو واحد كل كتير، تخيل بقى ممكن الاكل الكتير ده يضر الكبد طبعا، ونوعيه الاكل يزود الوزن، ونوعيه الاكل كمان دي بقى ياكل اكل بقى العزوبات والاكل الدسم، ورمضان جاي كل سنه وهم طيبين والعزوبات هتكتر والناس كلها بتطلع من رمضان وزنها زياده على البين وفضه شهر صيام، يعني الناس تفرمل شويه الاكل. لا بالعكس، الناس بالعكس بيقطع شهر استهلاك. الحقيقه الاكل الزياده مع عدم ممارسه الرياضه، وللاسف بنشوفها في الاطفال. يعني النهارده في الاطفال تلاقي طفل صغير كده وعلى البسين، تشوف مثلا طفل مبرز ومامته فرحانه بيه، انا مش فاهم فرحانه بيه في ايه. بس طبيعه الاكل كمان مؤثره يا دكتور جدا، يعني جانك فود، الاكل الوجبات السريعه ده. وده اعتقد ده في دول كامله بتعاني من ده، امريكا يعني بالذات. امريكا نمبر واحد يمكن بالظبط من الجانك فود. وبعدين الجانك فود بقى كمان مع المأساة الثانيه ان مفيش رياضه تحرق الجانك فود ده، فبيتخزن في الجسم، فتلاقي الكبد عمال يخزن دهون، لان ما هو الجسم ادام الدهون زادت بتروح في المخازن الفرعيه اللي هو الكبد. لو الكبد اتملى دهون بيبدا ياثر الوظيفه بتاعته. هل نسب الاصابه بالكبد الدهني، واللي عايزين برضه نفهم تفصيلا يعني امراض الكبد الدهني ازاي ممكن تكون مؤثره بشكل كبير جدا على مجتمعنا، ان في حالات دلوقتي يعني للاسف عايز اقول في زياده برضه في مجتمعنا. احنا كنا في مؤتمر في امريكا من سنتين كان عنوان التايتل بتاع المؤتمر اللي بعديه ان الناش اللي هو التهاب الكبد الدهني هو النكست كومينج ايبيديميك، الوباء القادم. الوباء القادم بعد فيروس بي وفيروس سي، الناس سيطروا عليهم والعلم تقريبا الى حد ما تحكمنا في الاصابات دي، الكبد الدهني بقى هو المشكله دلوقتي. واكثر حالات زراعه الكبد في امريكا اليمني من الكبد الدهني. يعني الكبد الدهني برضه مش عايزين نخوف الناس منه، لكن هو مراحل، المرحله الاولانيه اللي هو الكبد الدهني الحميد. يعني شويه دهون على الكبد، يعني السيده راح تعمل مجاهد صوتيه كبدها بيلمع، عندها كبد دهني، بنعمل لها وظيفه كبد سليمه، بنقول لها انت عندك دهون على الكبد، حافظ على الكبد. الكبد ده حساس جدا، ما ينفعش تاخد ادويه بتضر على الكبد، هيأثر اكتر عندها عن اللي ما عندوش دهون على الكبد. ولو الكبد الدهني يتعرض لعوامل اكسده زياده هيتحول الى كبد دهني ملتهب، تبدا الانزيمات تعلى. الالتهاب الكبدي الملتهب ده لو استمر ممكن يدخلها في تليف، ودي كارثه طبعا. طبعا. لكن ازاي ممكن تشخيصه؟ يعني ايه ابرز هو معظمه بيكتشف بالمصادفه. يعني بيعمل موجات صوتيه لاي سبب تلاقي الكبد بيكتشف ان عنده الكبد بيلمع، نقول له انت عندك برايت ليفر او فاتي ليفر، كبد دهني، من فضلكم اعملوا وظائف كبد، ونعمل دهون ثلاثيه في الدم ونشوف السكر. ما دول ثلاث اكثر ثلاث اسباب يعملوا كبد دهني، السمنه او وزن زياده، السكر من النوع الثاني، او يكون في دهون ثلاثيه في الدم عاليه، ودي ساعات يبقى عيب وراثي في الميتابوليزم. وعشان كده تلاقي ممكن تبقى شخص رفيع وعنده دهون ثلاثيه. ده صحيح، من عيب التمثيل الغذائي. يعني مش لازم دايما كلهم وزنهم زياده، اللي عنده وزن زياده مش مرتبط لا بالوزن ولا بالسن،
اه لكن لو في بقى حاجتين اتجمعوا، يعني مثلا الوزن زياده من 20 ل 30% عندهم كم الدهن، اللي عندهم سكر من النوع الثاني برضه من 20 ل 30 عندهم كم الدهن، لو السكر من النوع الثاني ومع سمنه يوصلوا 70% كم الدهن. يا ربي. المضاعفات المحتمله ليه يا دكتور؟ يعني لما يعني دلوقتي احنا عندنا اصابات ممكن تكون من الكبد الدهني، ايه يعني ابرز المضاعفات المحتمله لمرض الكبد الدهني؟ هو زي ما قلت ساعتك كده، هو الغالبيه بيبقوا الكبد عندهم صامت ومفيش مشاكل ومجرد دهون على الكبد والانزيمات كويسه. لكن لو كميه الدهون في الكبد زادت، الخليه الكبديه ما بتستحملش بتنفجر. طبعا لما الخليه تنفجر بتطلع انزيمات اللي جواها في الدم، نعمل تحليل الدم هتلاقي وظائف كبد عاليه. هنا هنقول لك خد بالك، وظائف الكبد عليت يبقى عندك مشاكل في الكبد، نقص الخطر يعني. خطر. ولو خدنا عينه هنلاقي فيه التهابات، في طبعا تحاليل كتير واشعه كتير بنعملها نتاكد ان في التهاب كبد ولا لا. ده لازم نتدخل، لو الدهون في الدم الثلاثيه عاليه لازم ننزلها، لو وزنه زياده لازم ننزل الوزن. طبعا. وبرده هنا ملحوظه، بشوف بعض البنات بالذات بتوع الجامعه لما يبقى وزنهم زياده يبقوا عايزين يخسوا بسرعه جدا. ده بيضر الكبد زياده. طب دي نقطة مهمة قوي. ازاي بقى؟ هيك شرحنا. لان المخزن بتاع الجسم مليانه، يعني عندها دهون في كل جسمها، والكبد المخزن الفرعي. طب انت هتخسي الدهون دي هتروح فين؟ هتنزل من المخزن دي على الدم على الكبد على طول، هي فالكبد الكبد يحولها ويحورها ويحرقها ويكسرها. طب انت اديله علاقته اللي هو اصلا مليان دهون. فلو انت خسيتي بسرعه اكتر من كيلو في 10 ايام، الكبد بيتحمل كميات دهون كتير قوي، فكل خلايا الكبد تلتهب وتفرقع. ساعات بيجي له التهاب كبد ومشتعل. طبعا. وتلاقي وظائف الكبد نطت فوق ال 500. وده خطيره جدا. وتسالها تقول لك انا اصلا خسيت 4 كيلو في اسبوع، يا بنتي مين قالك كده؟ وبعد قناه التلفزيون يقول لك عندنا مش عارف الدوله بيخسس 10 كيلو في الشهر، ما ينفعش. دي كلها حاجات خاطئه يعني. ده كلام مش علمي، الكلام العلمي ان الواحد يخس كيلو في اسبوع 10 ايام، ما انت ما زدتش ال 20 كيلو دول في يوم ولا اثنين ولا يومين. انت زدتيهم في شهور. أو سنين. عشان كده مفترض فكرة الناس بتتحكم في الوزن تكون في متابعة طبية ليها، يعني مع كل شخص لازم يتابع وتعمل تحاليل متابعة طبية. كل ما بتخسسي كيلو بتستفيدي، فما تستعجليش بالنزول، لأن لو استعجلتي بالنزول الوزن مرة واحدة ممكن الكلى تكون متحوطة حوالين شوية دهون حواليها سندها، لما تسقطي الدهن الكلى بتتهز، يجيب سرور مغص كلوي من حركة الكلى. طب لكن نقدر نقول أو نتفق أن الكبد الدهني من أخطر أنواع أمراض الكبد الموجودة على الأكثر شيوعا الأكثر شيوعا لكن إيه الأمراض الأخرى برضو، وخاصة زي ما قلت يمكن في بداية الفقرة أن برضو مع كورونا بدأ في أبحاث ودراسات حول مرتبطة يعني لدراسة هذا المايسترو بسميه الأوركسترا الجسمي. يعني لو جاز لي التعبير هو فعلا مايسترو الأوركسترا الجسمي. لا في طبعا أبحاث كثيرة أثبتت أن في علاقة قوية بين الإصابة بالكورونا وبين حالة الكبد، وبعدين ما بين تطور الكورونا كمان. يعني انت عارف الكبد لما بيصاب المناعة بتاع الجسم بتبقى ضعيفة كمان، بتقل طبعا. فالمريض لو جاله كورونا ممكن لو كان الجسم هيسيطر عليه بسرعة في خلال اسبوع اسبوعين، مع مريض الكبد هتطول يقعد شهر واثنين وثلاثة مش عارف يتخلص بالفيروس، لان مناعته مش مظبوطة. ضيف على كده بقى ان ما كانش ان الكبد نفسه ممكن حالته تسوء اكتر من الإصابة بالكورونا. وهنا في سؤال حي برضه يعني قبل ما ننساه، كتير بيتصل بيقول لك انا عندي الكبد الطعم للكورونا لو ما اتطعمش. تطعيم بقى. التطعيم، لان يعني يقول لك انا خايف اخذ تطعيم عشان عندي الكبد وبيتعالج. انا بقول لهم لا، ليس هناك علاقه بين مشاكل الكبد وبين التطعيم. ليس هناك علاقه ولا ليس هناك ابحاث تؤكد وجود علاقه؟ لا ما فيش ابحاث تؤكد وما فيش خطوره. ما فيش خطوره. على ان الانسان يطعم والتطعيم بتاعه يبقى عادي جدا، ما فيش اي مشكله فيه. ايوه. سوري احنا نسينا. اتفضل يا دكتور. فما فيش مشكله ان الواحد يطعم وعنده كبد. لقينا ده مرتبط بمناعته، وبعدين ممكن يطعم ويحتاج جرعات اكتر. صحيح. يعني بدل ما ياخد جرعه اولى وثانيه يحتاج جرعه تنشيطيه ثالثه، واحتمال جرعه تنشيطيه رابعه، مفيش مشكله. مفيش مشكله، عشان ده برضه حاجه مؤرقه لبعض. علشان ما نعرضوش لعدوى، هو اصلا كبده مش ناقص ومناعته ضعيفه، فممكن اول ما نضمنش لو جاله اصابه بالكورونا هيبقى شكله ايه. طب دكتور، واحنا في ظل تفشي امراض الكبد وفي ظل وجود كورونا اللي مؤثره بشكل كبير جدا على كل اعضاء الجسم، يعني ايه، مش عايز اقول الروشته، لكن الوصفه الارشاديه اللي احنا نحمي بيها نفسنا هذا الجهاز الهام جدا اللي زي ما قلت انا سميته مايسترو الاوركسترا يعني في الجسم يعني البشري. والله شوفي، يعني هو في قاعده كنا بندرسها دايما في علم الفارماكولوجي، علم الادويه زمان، هو نيفر دراج از تيكن هارب از جيفن. مين ما بتاخدي دواء هتلاقي على طول انت خدتي مشكله. اي ادويه لها مشاكل، اثار جانبيه، حتى الفيتامين لا مشاكل. فمريض الكبد اوعى تدخل في بقك دواء ما انتش محتاجه.
مش عمال على بطال بقى كل ما تحس بحاجه خد دواء او بدون اشراف طبي. ايوه لان في ادويه الحقيقه لها مشاكل على الكبد، هو لا يعلم، وساعات بيروح للصيدلي يقول اديني كذا، فالصيدلي بيحس ان هي بيديها له، هو مش عارف ياخدها ليه، هو مش عارف هو عنده ايه. فمريض الكبد ما تاخدش اي دواء بالفم الا لما تكون عارف الدواء بيتاخد ليه، وهل هو ضروري ولا لا، واستشير الدكتور اللي كان فيه دكتور متابع معاه، اساله. انا مبسوط جدا لما الاقي عيان بيتكلمني، انا كنت عند دكتور انف واذن النهارده وعند دكتور قلب وكتب لي الادويه دي اخدها ولا لا. اقول له اقول له خد ده وخد ده، والدواء الثالث ده راجع فيه دكتور القلب. اقول له يعني يا ريت لو يقدر يغيره يغيره عشان له مشاكل على الكبد عندنا. ايوه فده مهم. وبعدين تفاعل الادويه مع بعضها بتاثر يعني كيمياء. ساعات العيان عنده مشاكل في المفاصل وعنده مشاكل في الضغط وعنده السكر وعنده الكبد وجاي ثلاث روجيتات بياخدهم. بيبقى اهم الواحد الاول ان يوفق الادويه دي كلها مع بعضها. مين اللي ملوش اهميه؟ مين الاكثر خطوره؟ استبعده عشان في الاخر الكبد يبقى في امان. اكيد فمحدش ياخد دواء بدون ما يبقى عارف مصدره واهميته ومدى الحاجه ليه واعراضه الجانبيه على الكبد والاشراف الطبي على هذا الدواء. العادات الغذائيه والشراب، يعني برضو في بعض زي ما قلت الوجبات. يعني الوجبات برضو واختيار الوجبات وكل دوت اعتقد من الحاجات او من العادات اللي لازم تظبطها علشان اقدر احمي الكبد. قوي قوي ان احنا نكتر في الخضار الطازج. خضار. الفاكهه الطازه دي مصادر حلوه قوي للفيتامينز وعوامل الاكسده، والاهم اهم حاجه في الاكل على فكره ده الرز والمكرونه ولا اللحوم والحاجات دي، الالياف خضار والفاكهه هتظبط القولون، هتظبط مناعتك، هتديكي طاقه. ما هي الفاكهه دي كلها طاقه. صحيح. وبعدين هتبقى جزء من البروتين خده. اذا الاكل بتاعك فيه دهون لازم تحرقها. يعني عارف زمان كان في عندنا امثله شعبيه يقول لك ايه؟ اتغدى واتمدد. وتعشى وتمشى. وتعشى وتمشى. طب ليه اتغدى واتمدد؟ بتتغدى الغدا وجبه كبيره فالبطن بتتملي، فكل الدم بتاع الجسم بيروح على منطقه الهضم والعضلات بتسترخي وتقول ايه الواحد عايز ينام. بس ما ينامش. نامك شويه يعني بعد النوم غلط. مدد شويه كده. ما ينامش بعد الاكل برضه. لا افرق افرق جسمك يعني استريح. ايوه. يعني واحد في على الشط مثلا اتغدى ونزل الميه ممكن يرجع. لان عضلاته هتاخد الطاقه والهضم مش هيشتغل. طب ليه بيتعشى ويتمشى؟ لان العشاء دي اخر حاجه في نشاطك اليوم. لو كلت ونمت هو اللي الاكل اتخزن في جسمك. لكن تتمشى وتحرقه، تحرق الطاقه اللي انت خدتها دي. اكيد. يوم لما تيجي تتعشى كده بره في امريكا ودي العشاء الساعه 6 بالليل، مش الساعه 2، مش الساعه 2 الفجر. مصر طب حاجه طبعا يعني بتاعي جيدا. مصر خلال الفتره الماضيه كان ليها ابحاث عديده وعملنا يمكن زراعه كبد في افريقيا في كوت ديفوار. يعني فريق عمل مصري سافر وعمل عمليه في منتهى الاهميه. هل ده يدينا احساس بالطمانينه ان الطب المصري في مجال الكبد وامراض الكبد قدر يعمل نقلات نوعيه خلال المرحله القادمه؟ احنا اول ناس عملنا زراعه خلايا جذعيه في الكبد، ونشرنا ابحاث كتير في العالم كله. لا عندنا الحقيقه فريق او فرق مختلفه من العلماء المصريين في ابحاث الكبد بالذات مهم قوي. وده يمكن كثره الحالات عندنا حالات كثيره. انت شايفه فيروس سي، كنا اكثر دوله الحقيقه في العالم، وبفضل القياده السياسيه الحقيقه والدوله قدروا يتحكموا في فيروس سي. وفيروس بي برضه التطعيم بتاعه ماشي الحمد لله في الطريق. والكبد الدولي ده احنا بنحاول نستعد ونواجهه. احنا عندنا مؤتمر يمكن في خلال الاسبوع الجاي ده في الغردقه عن الكبد الدهني وعلاقته بالسكر ومستقبلات علاجه. في النهارده ادويه كتير للعلاج ودور الرياضه والتخسيس والوزن والحاجات دي كلها مهمه قوي. اكيد في السيطره على الكبد الدهني ومشاكله. اكيد ربنا يحمينا جميعا يا رب. بشكرك طبعا دكتور حسني سلامه استاذ امراض الكبد والامراض المتوطنه بكليه الطب جامعه القاهره. شكرا جزيلا على هذه المعلومات.